أني ما أمينش يا شمشان. بلي يا بنيل. الآن عرف الجميع من هو محمد صلاح. محمد صلاح بطل عملية الحدود المصرية الإسرائيلية، العملية اللي راح فيها 3 جنود إسرائيليين، واستشهد في المقابل البطل المصري محمد صلاح. لكن النهاردة بعد أقاويل متناقضة وبعد صور عديدة ملأت السوشيال ميديا حول أشخاص آخرين كان بيعتقد أنهم من قاموا بالعملية، مهم جدا يكون في دقة في المعلومات. عشان كده أنا جاي النهاردة أكلمك بمعلومات وليس بشعارات. يعني النهاردة مهم جدا في هذا الحدث نطلع بمعلومة صحيحة، ونعرف أيضا أن هناك أشياء يجب أن نعرفها، وأنه مش كل شيء هو الشعارات وهو الترند اللي احنا بنسمع عنه. مهم جدا نعرف في هذه الحلقة أن هناك 4000 جندي مشاة إسرائيلي على الحدود مع مصر. طبعا الحدود المصرية الإسرائيلية بتمتد حتى أكتر من 200 كيلومتر. ال4000 دول بناء على اتفاق سابق، اتفاق كامب ديفيد سنة 79 اللي قسم سيناء لثلاث مناطق ومنطقة أخرى رابعة في داخل الحدود الخاصة بفلسطين المحتلة. يعني بتكلم على 4 مناطق. المنطقة الرابعة اللي في حدود فلسطين المحتلة بنتكلم فيها على عرض حوالي 5 كيلومتر، منطقة ممنوع فيها السلاح الثقيل، فيها عدد من الجنود قليل نسبيا على كم هذا الحدود. ودي الثغرة اللي استغلها الجندي المصري، لأنه عارف أن هناك نقاط معينة يقدر يدخل منها، وعارف أن هناك فتحة معينة في السياج اللي أنشأته إسرائيل في سنة 2014 على الحدود بين الجانبين لمنع المشاكل اللي حصلت ليها بعد 2011 وبعد الاضطراب اللي حصل في سيناء، فأنشأت إسرائيل هذا السياج. المهم أن المجند عارف يدخل منين، وعارف كمان إزاي يقدر يصيب هدف معين، لأنه عارف أن هناك برج مراقبة. ثم انه اتجه لداخل الحدود، بتكلم على دخول بحسب الرواية الإسرائيلية كيلو ونص داخل الحدود. الرقم ده زي ما بقولك رقم خطير جدا، انت بتدخل كيلو ونص داخل الحدود، يعني تخطيت خط الحدود بمسافة. ومعنى ده زي ما قلتلك ان احنا بننظر للأمور بعقل شوية وبتفكير شوية. ده عمل بطولي من المجند، لكن هناك ايضا ثغرة استغلها هذا المجند بذكاء، وهي اختراق السياج الحدودي استغلالا لقلة عدد المجندين الإسرائيليين الموجودين على الحدود هناك. دي المعلومة الأولى والهامة. رقم 2، بقاء هذا الرجل في داخل إسرائيل لساعات طويلة، بنتكلم على من بعد أو من قبل الفجر حتى الظهيرة، وقت ما تعامل معه الإسرائيليين. كيف تعاملوا معه؟ احنا بنتكلم على طائرة بدون طيار. الطائرة اللي حضراتكم شايفينها دي تم إطلاقها للبحث عن المجند المصري فور الاتصال باللاسلكي الخاص بالمجندين الإسرائيليين اللي في الصور اللي أمام حضراتكم، واللي طبعا ما ردوش عليه لأنهم تم التعامل معهم وقتلهم من قبل المجند المصري. بعدها أطلقت الطائرة للبحث عن هذا المشتبه. طبعا وقتها لقوا جثامينهم على الأرض. أطلقوا الطائرة وظلت تبحث عن محمد صلاح حتى قبل الظهر لغاية ما عثرت عليه الطائرة. بنتكلم هنا على وقت زمن طويل زي ما قلت لحضرتك. بعدين قام عدد من أفراد وحدة إسرائيلية بالتعامل معه، حصل الاشتباك، قتل واحد منهم، وهو طبعا راح ضحية وشهيد في هذا العمل. المهم أنه أيضا كان هناك إصابات منهم عميد بحسب كلام اللواء سمير فرج. لكن الحادث بيضع أمامنا عدة نقاط هامة. حضرتك لازم تعرف أننا زي ما أشرت في الأول إحنا بنتكلم من جانب معلوماتي شوية. يعني مثلا اتفاق جعل هناك 4000 جندي إسرائيلي على الحدود في الجهة الأخرى، طبعا ده في مسافة 5 كيلومتر فقط فيما يسمى بصحراء النقب. لكن عندك على الجانب المصري المنطقة ألف اللي هي موجودة بالقرب من قناة السويس، ودي موجودة في غرب سيناء، فيها 22000 جندي طبقا لاتفاق 79. تسليحهم عامل ازاي؟ بنتكلم على 126 مدفع، بنتكلم على 230 دبابة، بنتكلم على 480 مدرعة حاملة للأفراد. طبعا دي الأرقام اللي أمامنا اللي فيها اتفاق كامب ديفيد. المنطقة بقى اللي هي المنطقة اللي في وسط سيناء، ودي منطقة عريضة شوية أو كبيرة شوية، دي فيها عدد قليل جدا من الجنود المصريين مقابل مساحة هذه المنطقة الشاسعة. ودي الثغرات اللي حصلت في 2011 واللي اخترق فيها سيناء بأعمال عنف وتطرف حدث فيه ضحايا كتير جدا دفعنا ثمنه. وأيضا إسرائيل كانت في المقابل بتتضرر من هذه الأعمال،
وحصل ايضا تعديل هقول لحضرتك عليه النهاردة، تعديلات في اتفاقية كامب ديفيد. المهم عندنا المنطقة بقى كان فيها 4000 مجند. المنطقة جيم منطقة خاصة بالامن المركزي او البوليس المصري فقط، ما فيهاش قوات من الجيش المصري، ودي منطقة الثغرة. في 2011 فور اندلاع الثورة سمحت اسرائيل لمصر ب 800 جندي في هذه المنطقة. طبعا ده حصل في 2011، وتباعا فيما بعدها وافقت اسرائيل على مزيد من التواجد المصري في المنطقة جيم لخطورة وحساسية الموقف. اختصر لك الامر بوضوح واقول لك الكلام مباشر وشفاف. زي ما قلت لك احنا بنتكلم بشكل واضح، احنا بنتكلم هنا على التعاون المصري الاسرائيلي، التعاون الاكثر بين الجانبين، دولتين طبعا بينهم اتفاق سلام بيوصف كده بان كولد بيس او سلام بارد، يعني على المستوى الرسمي هو سلام، لكن على مستوى الدبلوماسي وحتى الشعبي اكتر هو يعتبر لا يوجد شيء، يعني مفيش علاقة بين الدولتين او الشعبين. فانا بتكلم هنا على العلاقة الامنية لمصلحة الدولتين على الحدود المشتركة تحديدا، يعني مثلا المشاكل اللي حصلت في فترة 2011 وما بعدها كان ضروري بالنسبة للدولتين امنيا التعاون لسد الثغرات في هذه المنطقة، الثغرات اللي خلقت بالاساس بسبب اتفاق 79 واللي كانت مصر مضطرة ليه، لانه هذا الاتفاق اتى من منطق ان هناك ولايات متحدة امريكية كانت بتدعم اسرائيل، فكان حتما لابد انك تصل الاتفاق مع هذا الجانب. رقم 2 عندك تعاون ايضا في مجال الطاقة. دول المجالين اللي بينك وبين اسرائيل فيهم تعاون، الطاقة والسلام او الطاقة والامن تحديدا. اما عندك باقي المجالات ففيها مشاكل. لكن ارجع لك لكلام رئيس الوزراء الاسرائيلي اللي بيقول ان احنا نتوقع ونتمنى بما معنى او بمعنى اصح ان يكون هناك تحقيقات شاملة وشفافة مشتركة بين الجانبين حول طبعا الهجوم. يعني هنا الراجل عايز يكون هناك تحقيق واضح وصريح من مصر واعطاء نتائج ايجابية او اعطاء نتائج شاملة لكل شيء حول الوضع. الكلام هنا من اذاعة كان. السلطات المصرية والدولة المصرية طبعا فتحت تحقيق وحققت مع اسرة المجند وبعض اصدقائه في الوحدة لمعرفة الدوافع الحقيقية لهذا الهجوم. هل هناك اسباب؟ هل هناك انتماء لجماعات او لا؟ طبعا التحقيقات لا تشير الى انتماء لجماعات، لكن اذاعة كان بتقول اخبار خطيرة جدا. وطبعا ممكن البعض يسألني لماذا يعني بيجيب اخبارك من اذاعة كان الاسرائيلية او من الاعلام العبري؟ هقول لحضرتك انه زي ما قلت قبل كده الاعلام المصري متحفظ. التحفظ ده بيخلق عندك مشكلة انك في المصادر المصرية متحفظة، مفيش معلومات غير مثلا اللواء سمير فرج يطلع في حلقات مع الاعلامي احمد موسى، لكن غير كده مفيش معلومات بتشير لاخبار وتفاصيل من مصر. حتى البيانات العسكرية بتكون متحفظة شوية، بينما على الجانب الاخر بتجد البيانات، بتجد المعلومات، بتجد الصور اللي حضرتك بتشوفها. مستحيل حضرتك تجد صورة لجندي مصري على الحدود، لكن في المقابل هتشوف الصور اللي حضرتك شايفها وتشوف تغطية شاملة في الاعلام الاخر، الاعلام العبري وحتى الاعلام الدولي. عشان كده دي ثغرة بنحاول ننبه لها الدولة، حضرتك بتخلق ثغرة بعدم التغطية او بمنع التغطية او حتى بعدم تداول هذا الامر في الاعلام المصري. حضرتك بتخلق ثغرة لانه الجانب الاخر بيكون هو من يدلي ويصرح ويعطي المعلومات، والاعلام الدولي هياخد منه تلك المعلومات، فهتكون وجهة النظر والرسالة اللي عايز يوصلها هيوصلها من خلال هذه المقالات اللي بنقلها. لكن بما اننا بتكلم عن مش وجهة نظر، عن معلومات، فإذاعة كان بتقول ان هناك مشكلة لدى هذا المجند، يعاني من مشكلة نفسية. السبب فيها انه هذا المجند بمعنى واضح مر بمشاكل في الوحدة الخاصة به، وايضا هناك مشاكل شافها مع احد زملائه المجندين توفى امامه دون ذكر سبب الوفاة، فده ترك اثر عند هذا المجند. دي الرواية اللي بينقلها الاعلام العبري واللي ما ردش عليها الاعلام المصري، ولكن الواجب ان انا انقل لحضرتك المعلومات كلها عشان يكون عندنا دقة في نقل المعلومة. الرواية دي على فكرة بما انها ذكرت في مجلة كان واذاعة كان موجودة ايضا على تويتر وبيتداولها البعض على موقع تويتر، ولكن واجب ان احنا نشير لكل المعلومات. دي كانت نظرة ملخصة حول اخر الاخبار. منتظرين نتيجة للتحقيق يوم الخميس القادم، تحقيق مشترك هيخرج بنتائج ربما يعلن عنها وربما لا نسمع. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.